الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أنا إن شاء الله في آخر الفرص أود أن أقف مع مثل من الأمثال في القرآن، والمولى سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في القرآن شان يقرب للناس المعاني والأفهام. ومعظم الأمثال في القرآن اللي ضرب المولى سبحانه وتعالى أمثال تتعلق بالتوحيد، يعني معظم الأمثال دي لما انت تراجعها بتلقاها تتكلم عن التوحيد. طيب، المثل في سورة الرعد قال تبارك وتعالى: له دعوة الحق، يعني لله دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب، يلا ركز معي في المثل ده. ربنا قال لك الله له دعوة الحق، يعني انت لو داير تدعو ادعو الله، لانه الله هو اللي بيستجيب. والناس الغير ربنا سبحانه وتعالى ما بيستجيب باي شيء، كما قال تعالى في سورة الاسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر. كشف الضر يعني شنو؟ يعني انت جاتك حمى، انت كزول صوفي، فهمتني؟ تابع للطريقة المكاشفية بتاع الشيخ اللمين، ولا تابع للطريقة القادرية، ولا السمانية بتاعت البرعي، ولا غيرها. قال لك لا يملكون كشف الضر عنكم، يعني انت لو عيان الشيخ ما بيقدر العيا ده يشيله منك، يشيله كله ما بيقدر. قال: ولا تحويلا، يعني ممكن تجي لابوك الشيخ تقول له عليك لا شيخنا، بس الحمى حقتي دي شيل الدال الوهابي ذاك، ما بيقدر. قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولا بحولوا كمان، انت عارف الايه دي بتتكلم عن منو؟ تتكلم عن الاولياء بالجد، مش الكذابين ديل. انا البنيت السماء ونحن الماسكين الوطاء، ده كذب سايده. ما ديل الكذابين ديل، ديل مجارمة، ما أولياء. الأولياء الحقيقيين زي عيسى ابن مريم، مش ولي حقيقي ولا ما ولي؟ ولي حقيقي ده. الملائكة أولياء، والصحابة وغيرهم ديل أولياء عدل. الله قال لك ديل الأولياء بجد، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ما بيعمل أي حاجة، ده الولي الصحيح صحيح. عشان كده لما في ناس عبدوا عيسى ابن مريم، ربنا سبحانه وتعالى تكلم في القرآن قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا معلوم يأكلان الطعام. قال لك عيسى ابن مريم وأمه، عيسى ابن مريم رسول وأمه صديقة، الله قال لك كانا يأكلان الطعام. الزول اللي بياكل الطعام يا اخواننا معناها بيحتاج يطلع الطعام، صح؟ الزول اللي بياكل وبيحتاج يطلع الطعام ممكن يكون اله نعبده؟ ده محتاج لاكل. عشان كده ربنا قال في سوره الانعام قال تبارك وتعالى: قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض. ادى الله فاطر، الخالق البارئ فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم. وفي قراءة: وهو يطعم ولا يطعم. ربنا ما بيأكل ولا بيحتاج زول يجيب له أكل، لكن عيسى ابن مريم وأمه بيأكلوا، قال كانا يأكلان الطعام. الآية البعدية الله قال: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر
أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يا أخوانا إذا كان ده عيسى ابن مريم نبي كريم ما بيملك حاجة لا بينفع ولا بضر، ما أقول لكم بينفع البرع والكباشي ها وناس الصايم ديما وناس اللي زي رقاب البجاي ديل قال قالوا بده جنى، ما أقول ده بينفع يا أخوانا؟ يعني نخلي الله ونمشي لديل؟ عشان كده ربنا قال لك له دعوة الحق، له لله دعوة الحق. طيب والناس اللي بينادوا غير الله موضوع شنو؟ قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. تلقى الصوفي تعبان واقف جنب القبر، هيا ابوي الليله تلحقنا ولحق بعيد ما في اي حاجه، ابوك جوا القبر ما سامع اي شيء، ما في اي حاجه ولا سامع بيسمعوا ولا بيسمع اي حاجه، وتلقى من ده ابوي يا شيخ والحقنا. انا وبي قبل شويه زول قاعد جنب القبر بتاع ود حسونه ولامينا جماعه بتاع النوعاو وزول غليظ غلدة سمين قاعد يا ابو يا شيخ وتحسونا تلحقنا وتفزعنا والجماعه ديل دارين الصرف وده بنك الجزيره قال لك صرف بتاع شنو؟ ده زول ميت يا اخ زول ميت كويس؟ قال له فاعطي كل سائل سوله. يا زلمه تحسون عنده حاجه؟ اسالكم بالله الزول كان عنده حاجه بيقعد يرقد جوه التراب ده؟ العاجب في التراب ده شنو؟ ما يمرق برا؟ قال فاعطي كل سائل سوله. الناس اللي قاعدين برا ده كلهم خير منه هو جوا لانه هو ما عنده اي حاجه، هو دوم سايم عنده. يا ناس الله سبحانه وتعالى قال لك والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الله قال ما بيستجيبوا. اجي يغشك صوفي ود اللي زيرك ولا ود البنفسجي، اجي يغشك في التلفزيون يقول لك لا بده، الله قال لا يستجيبون، يقول لك لا بيستجيبوا. يا اخي الله قال ما بيستجيبوا، هو غلط ولا شنو؟ انت بتغلط الله ولا كيف يعني؟ الله قال لا يستجيبون لهم بشيء. قال شوف المثل ضربوا كيف، قال إلا كباسط كفيه إلى الماء. باسط الزول بيبسط يده كيف؟ بيفتح يده كده، تخيل المويه المطر نازله من السماء، زول فاتح يده مش زول كده، انت لما تشيل المويه بتعمل يدك كده بتضمها، لا هو ما ضامي باسطه ما دي اصابعه إلى الماء قال ليبلغ فاه. هسه لو فتحت يدك كده قدرت تشرب مويه للمغرب بتشرب حاجه؟ نقطه واحده ما بتشربك. باسط كفيه قال الى الماء ليبلغ فاه عشان يشربوا. الله قال وما هو ببالغه. العلماء قالوا المثل ده عنده معنى ثاني، باسط كفيه الى الماء، المويه ما نازله من فوق، المويه مارقه من تحت من البير، جوا البير المويه. وده المسكين ده زي الصوفي مد يديه للمويه، تعالي تعالي بتجي المويه؟ مد يديك كده تعالي المويه ما بتجي. الله قال لك باسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه عشان يشرب منه. الله قال وما هو ببالغه، ما دام ده ما بيشرب بالطريقه دي بعديها طوالي قال وما دعاء الكافرين. الله سماهم شنو؟ كافرين. يومك التخلي الله وتنده الشيخ، هذه الايه، دي الايه بتاعتك. قال وما دعوا الكافرين الا شنو؟ الا في ضلال. ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره العنكبوت قال انما اتخذتم من دون الله اولياء موده بينكم. شوف الايه دي الان منطبقه تماما على العمايل اللي بيعملوا فيها الصوفيه. انما اتخذتم من دون الله اولياء مودة بينكم في الحياة الدنيا، بيناتهم مودة، لأنه التابع للكباشي لما يلقى له واحد ثاني تابع للكباشي يا زول كيف جدا. معقول يا أخي أنت تابع لمنو؟ الكباشي. يا سلام زيك يا أخي، بلاقي واحد قهوة بتكون مبسوط منه جدا. الله قال مودة بينكم لكن بتين
في الحياة الدنيا بس، هنا في الدنيا. ويوم القيامة اللي بيحصل شنو؟ يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. عشان كده يا اخواننا شوف، نحن موضوع حلقتنا دي برنامج كله امسك في الله خلقك، يعني تدار حاجة. الله سبحانه وتعالى قال لك أليس الله بكاف عبده؟ الله ما بكفيك؟ قال بوديك لشيوخ شنو؟ واحد تلقى راكب لوري من الجزيرة يمرق في الزريبة بتاعت المرة هناك في كردوفان، يقول لك ماشيين نعيط هناك وماشيين نجيب البركة، واحدين يمشي لهم مرحي ومرحي بيه جاي كويس؟ لافين في القبة وسيفوا في التراب. يا ناس خليك من ده كله في بيتكم. الله قال لك أليس الله بكاف عبده؟ الله ما بكفيك؟ انت بوديك للشيخ شنو؟ ويا ابو يا الشيخ ونحن في حواك ونحن ترى راجينك من زمان، والله غاشين على رقبتكم، والله غاشين على رقبتكم، ما عنده لكم اي حاجه. الغريبه مش كده بس، ديل ذاتهم الشيوخ ديل مش بينادون في الدنيا. الواحد ممكن يديك عكاز في راسك تقول للشيخ ما بينفع، هسه كده امشي قابله، خش لك اقرب جامع يكون خدر وفوق في يافطه الطريقه الفلانيه، خش جوا قول لهم ها يا ناس دار اقول لكم كلمتين. ها الكلمه الاولى نادوا الله، الكلمه الثانيه الشيخ ده ما عنده لكم حاجه، اكن ما دقوك تعال قابلني، تدق دقه محترمه كويس. ليه يا ناس؟ ده دفاع عن شيوخهم ديل، الشيخ ده ما بيرضوا فيه كلمه واحده. لكن تعال شوف يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يناديهم، ما هو انت في الدنيا سويت الدائره تنده في الشيخ وتنادي ونحن راجينك ونحن في حواك ولابسك حجبات وشايل المحايه بتاعت الشيخ والبزاق بتاع الشيخ بتشرب فيه، في الدنيا دي سويت الدائره. يوم القيامه في نظام ثاني، في نظام بعدين. الله قال ويوم يناديهم، الله بناديهم كلهم، حتقول له ما جاي ولا شو؟ بتقول له ما جاي؟ ما بتقدر. ويوم يناديهم كلهم فيقول للمساكين، ترى اللي بيشربوا فيه موية الشيخ ديل، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أها وينهم؟ شوف بالله المساكين كيفهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، ربنا قال فدعوهم، ما معود على من الدنيا يا وتحسونه ويا البرعي معود عليه. الله قال فدعوهم نادوهم ما مساكين، قال فلم يستجيبوا لهم، ما بيجيك. ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. الآية القبالة ربنا بيتكلم مع الشيوخ الزعماء بتاعينهم، قالوا ربنا، ده الشيوخ الكبار، ما انت مسكين بتباريهم في الدنيا، شوف بيعملوا لك شنو بعدين. قالوا ربنا هؤلاء الذين اغوينا، ديل دقينا فيهم مقلب، هذيل التابع لنا ديل، هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا، يعني نحن ضللناهم زي ما ضلينا نحن، اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك. يا الله قولوا نحن هذا طرفنا منهم، تبرأنا اليك ما كانوا إيانا يعبدون. قالوا لي الله دل ولا بيعبدون نحن ذاته. وفي آية ثانية بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى قال فلم يكن ينفعهم، ده كله ما بينفعهم، كله ما بينفعهم ولا بحل لهم، يخشوا جوا جهنم. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ديل يا الله كنا بناديهم. ربنا سبحانه وتعالى بعد الحوار ده كله يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ودي المشكلة هنا جوا في جهنم، ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قال فاتخذتموهم سخريا. زمان الله بيقول لهم في ناس أكان جوكم وقالوا لكم ما تعبدوا غير الله، ما تتوكلوا على غير الله، قال فاتخذتموهم سخريا،
سخريا يعني بتستهزئوا بهم. اول ما يشوفها جماعه يقول لك شايف عندك بنطلون قصير، علي شايفهم ديل المساخيت. مساخيت ليه يا اخي؟ مالهم سووا لك شنو؟ مساخيت. يقول لك ديل ياهون ذاتهم. الله قال فاتخذتموهم سخريا، استهزئوا بهم. انت يومك شفتك يومك تقول لهم الفكي ما بينفع ولا الضر، يقول لك ايوه خلاص باريت الجماعه ادوكم يا ناس، الشغل ده مجاني ما في حاجه ما دون اي شيء. يقول لك ادوك ديل عندهم ريالات، ما في ريالات يا زول، هذا حديد يا بتاع حق ذاته ما في ريالات، ادوك حاجه انت. الله قال فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم مالهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. عشان كده شوف عقيده التوحيد دي اصبر عليها، في اذى كثير. اذى ممكن يجيك صوفي ما مافى ما مسكين غشاوه الشيخ، قال له ديل خوارج وديل ملاعين ما بحبوا الرسول اقتلوهم. مين بيجي جاري عليك بعكاز بطقك في راسك؟ اتحملها، ما صدي النظام كده، اتحملها وكلها شاي كويس، بينبذوك في الحله وبنتعمد بشكلنك والحله كلها بتقوم ضدك. اصبر عليها، تصبر في الدنيا عشان تلقى الاجر بعدين هناك. ربنا قال اني جزيتهم بما صبروا انهم هم الفائزون. الفوز بعدين بالتوحيد، عندك توحيد بتفوز، ما عندك توحيد تورطت. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. شكلها شد حيلك في التوحيد، نجد توحيدك تمام، لعب ما في العقيده، نجد التوحيد تمام، وابعد رقبتك من الصوفيه واهلك، كلمهم وحذرهم. وده القران واضح، القران يا اخواننا ما خلى لنا حاجه، عشان يجي يتموا لنا منظراتيه وكذابين وبتاعين فقراء وحجبات وشعوذه. القران واضح، بين التوحيد افضل بيان واجمل بيان، الانسان يتعلم منه ويعرف الحقيقه وكذلك من السنه. نكتفي بهذا القدر، نلتقي ان شاء الله يوم الاربعاء، والسلام عليكم.